بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو بالصور مش نوريكم وين موجود حساس الإشارة الخلفية عند الرجوع للخلف، ضوء الإشارة الخلفية يعني وين موجود، اللي هو هذا. شوف في هذا ضوء الإشارة الخلفية اللي هو في البوات هذه، في غير كما هذا يمتع رينو، هذه رينو ميغان، يوجد ديما تحت الكاردون تحت السمياس هذا، يعني موجود اللي هو هذا. شفتوه هذا حساس المارشاليير، اللي هو كونتاكتير مارشاليير او مانو مارشاليير او كابتير مارشاليير او حساس الرجوع للخلف، اللي وقت الانسان يحط المارشال الخلفيه اي للخلف رجوع للخلف، في لامبتين من تالي يشعلوا بيض ابيض لونهم ابيض، باش يوروك في الليل انك انت قاعد توخر للخلف، او ليمير مارشاليير يسموه كابتر، ولا يعني اللي هو هذا موجود هنا في البواد ديما تحت الفيتاس تحت السمياس تحت الكاردون، هنا موجود في المكان هذا اللي هو هذا، هو نفسه يعني من جهة أخرى. هذا هو راكب في السيارة يعني جهة الكاردون بالضبط، في الرينو بصفة عامة موجود جهة الكاردون في أي نوع من الرينو، في هيك الفيشة هذه خضراء، ومن الأحسن هذه كيف كيف، من الأحسن يعني ومن الضروري أنك أنت وقت تأخذ الهدايا الحساس أو الكابتير أو الكونتاكتير تأخذ نفس اللون، كان أخضر تأخذ أصفر، كان أكحل تأخذ أكحل، ديما نفس اللون. هو الأغلبية في الرنو تلقاهم لونهم أخضر بالطريقة هذه، يعني إنسان هون فما هذا اللون الأحمر مثلا في موجود في هذه في سيارة هدية تقريبا ميغان، حتى هي بوات ميغان أو موجود لون برتقالي، لازم تاخذ نفس اللون اللي عندك ما تغيرش لون اخر. كيف كيف هذا لون ازرق مثلا، ديما ما ديكم الانسان يغير ديما نفس اللون في اي نوعيه من الحساسات، من اي نوعيه من الكابتيرات. مثلا هذا حساس الديماراج اللي هو كابتر ديماراج كابتر سنترال، هذا اللي تخدم منه السياره، هذا اللي هو في الميكان، يعني اللي هو هذا نفس الشيء. كيف كيف هذا طبعا تاع رينو كليو، لان الفيتاس يجي من تحت، مش كيما الميغاني الفيتاس يجي من فوق، عرفتو هذا الفيتاس يجي من فوق، هذا الفيتاس يجي من فوق كيف كيف ميغان، هذا الفيتاس يجي من فوق الميغان هذا كيف كيف. هاو الكابتير هذا تاع الميغان هذا وين جاي، هذا يجي لفوق، شفتو الكابتير هذا تاع ديماراج مش كيما الاخر، كيف كيف هذا يجي كابتن فوق تاع الديماراج مش كيما الاخر. هذه كذلك رينو كليو يجي الفيتاس من اللوطه، الكابتن تاع الحساس تاع المرشة الخلفية يجي لونه ازرق، هذا في مكانه هو في السيارة، هذا كيف كيف في مكانه في السيارة. ان شاء الله تفيدكم حالات كما هذه، وهذه طلبها مني توا اخ من فرنسا، ان شاء الله اكون وريته بالضبط وين يركب. وهو مفتاح تقريبا 22، مش صعيب يعني، اي واحد ينجم يغيره، او كليمونات نجم ياخذ كليمونات ويغيره وما فيش حتى اشكاليه وسهل. ان شاء الله تنفعكم الحدث كما هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.